ربنا الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني وتدعو للهدى سرا وجهرا، ويخل الوعد في مرسى الأمان على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق على الآفاق على الآفاق بالإبداع. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، وقد ورد في القرآن الكريم أن فرعون قال بنص القرآن الكريم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الحقيقة أن المفسرين السابقين حاروا في كلمة الأنهار، هناك نهر واحد هو نهر النيل، فكيف نفسر كلمة الأنهار؟ وهذا قرآن، الحرف له معنى، الإفراد له معنى، الجمع له معنى، التذكير له معنى، التأنيث له معنى، كتاب عربي مبين من عند رب العالمين. فالكلمات جاءت، فالأنهار جاءت جمعا، والذي نعلمه جميعا أن في مصر نهرا واحدا نهر النيل. العلماء السابقون اجتهدوا وقالوا إن هذه الترع التي تؤخذ من نهر النيل هي الأنهار، فجاء من رد عليهم: الترع ليست أنهارا، فروع من نهر، والآية تقول الأنهار، وهذه الأنهار تجري من تحتي. الأمر يعني تطور إلى أن تولت لجنة علمية من أعلى مستوى كانت تصور الأرض من الفضاء، وهذه الصور تمكنت أن تخترق 10 أمتار من سطح الأرض. فإذا الكشف المذهل أن تحت مصر أنهار، هذه الأنهار بعضها يصل ل800 كيلومتر، وبعضها 400 وبعضها 200. هذه الأنهار تجري من تحتي، فلما يكون في القرآن كلمة على صيغة الجمع لها معنى كبير، وكلما تقدم العلم اقترب من تصوير القرآن الكريم. هذا القرآن كلام خالق الأكوان، هو الحق المطلق، هو الحقيقة التي لا يمكن أن نجادل فيها، لكن بقي أن نكتشف العلاقة بين آيات القرآن الكريم وبين الواقع. فالكشوف العلمية الحديثة عن طريق الفضائيات وعن طريق التصوير الجوي استطاع أن يصل إلى أعماق إلى 10 أمتار عمق في سطح الأرض، فتبين أن هناك أنهار في مصر. لذلك كلما قرأنا القرآن الكريم يجب أن نعلم أن هذا القرآن من عند خالق الأكوان، هو الذي خلق، هو الذي سير، هو الذي صمم، هو الذي اختار، فكل كلمات القرآن يجب أن تنطبق انطباقاً تاماً مع الواقع، وهذا يدل على مصداقية هذا الدين العظيم. من هنا وجب أن نؤمن أن الآيات الكونية في القرآن الكريم هي رؤوس موضوعات للتفكر في خلق السماوات والأرض، والإنسان لا يمكن أن يرى الله عز وجل، لقوله تعالى:
لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه، لا أقول تحيط به، أقول تصل إليه عن طريق التفكر. والتفكر في الأصل أمر إلهي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والذي يلفت النظر أن التفكر جاء بصيغة المضارع، والمضارع يعني الاستمرار، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، تفكر في طعامك، تفكر في الفواكه، في الخضروات، في المحاصيل، تفكر في خلقك، تفكر في بنية جسمك، تفكر في النباتات، في الحيوانات، لأن هذا التفكر هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نتيجة هذا التفكر ربنا ما خلقت هذا باطلاً، الله عز وجل هو الحق، والحق الشيء الثابت والهادف، وما سواه الباطل، والباطل الشيء العابس والزائل. ومع الآية الثانية قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. القرآن والوردة وردة، الوردة الجورية أوراقها حمراء داكنة محاطة بوريقات خضراء زاهية، في وسطها مركز أزرق متألق، وردة بكل معاني الكلمة. لو عرضت صورة هذه الصورة على إخوتنا الكرام لا يمكن إلا وأن يعتقدوا اعتقاداً جازماً أنها وردة. وفي القرآن هذه الآية، كيف نفهمها؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هذا الذي يذكرني بقول سيدنا علي رضي الله عنه في القرآن آيات لما تفسر بعد. الحقيقة مجرة انشقت فكانت وردة كالدهان متألقة. فلذلك إذا عرضنا هذه الصورة على الإخوة المشاهدين لا يترددون لثانية واحدة أنها وردة. أما أن تكون هذه الوردة انفجار نجم في السماء، هذا يؤيد عظمة الله عز وجل في قرآنه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحقيقة هذه الصورة عرضت في محافل علمية كبيرة جداً وكان لها أثر في الإيمان بالله يفوق حد الخيال. قرآن كريم جاء قبل 1400 عام، تؤيده بحوث فضائية وصور لمجرات دقيقة جداً، فيكون هذا التطابق بين هذه البحوث وبين هذه الصور. هذه من آيات الله الدالة على عظمته. وهذا الكون الله عز وجل يبين لنا من حين لآخر أن الطريق إلى الله طريق سالك وطريق عريض وطريق واضحة. فلذلك أحد أكبر أسباب القرب من الله التفكر في خلقه، في سماواته وأرضه، في الجبال، في السهول، في الصحارى، في النباتات، في الجمادات، في المستنقعات التي في الأغوار ولها وظيفة كبيرة. لذلك أيها الإخوة الكرام، حينما يوطن المؤمن نفسه أن يقف وقفة متأنية عند كل ظاهرة كونية يفكر بها تفكيراً بسيطاً، هذا التفكير يعد من ركائز إيمانه، وكأنه يرى عظمة الله، وكأنه يرى الله عز وجل موجوداً وواحداً وكاملاً وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم القرآن فهماً دقيقاً، وهذا التطابق المذهل بين معطيات العلم الحديث وبين آيات القرآن الكريم القديم، هذا التطابق المعجز بينهما أحد أدلة قطعية ثابتة على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، والحمد لله رب العالمين.
على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها، وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني، وتدعو للهدى سرا وجهرا. ويخلو الوعد في مرسى الأماني، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق